أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وواحدة من التقارير اللي في انتظاركم نشاهد هذا التقرير عن سوق المواشي بالدمازين، الجفلا خلهن أقرع عن الوقفات. نشاهد الجفلا خلهن أقرع الواقفات، يتملكك هذا القول الإحساس المعنى وأنت تمتع عينيك برؤية هذا الزخم الجمالي من الأنعام. أنت في قلب سوق الدمازين للماشية التي ترد السوق من محليات الولاية المختلفة، تغطي الاستهلاك المحلي والقومي وتمتد حتى الأسواق الإقليمية في مواسم الأعياد والهدي. تتخلل حركة الشراء والبيع بالسوق فترات للراحة والاسترواح والاستجمام، تجسدها جلسات يتسيدها طيب الخاطر وأصيل الحديث الذي لا ينفك متحدثا عن البعدية وحلو محشرها الذي يظل مذاقه خالدا في نفوس هؤلاء. سوق الماشية الذي يعتبر رافدا شعبيا فلكلوريا، يحمل طابعا اجتماعيا، يحمل دلالات ومعاني تعبر عن الترابط والتعايش والإخاء بين الناس. فبجانب الدور الاقتصادي للحركة الشرائية والتجارية، هنالك أدوار أخرى يلعبها مرتاد السوق كالضامن، وهو شخص لا بد أن تتوفر لديه مواصفات محددة كالكرم والصدق والأمانة والمعرفة والدراية التامة بغالبية من يجمعهم السوق، حفاظا على نظامه وتسييرا لشؤون أفراده بائعين ومشترين. كثيرون هنا يستنشقون عبق الجمال الفطري نظما وقريضا شعبيا للحبيبة، فيه تذكر وأنس وحنين يطفأ حينا بالدم، وفي أحايين أخرى بزفرات حرة من الوجد والشوق.